يعني بداية أهلا وسهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. يعني الأجواء كيف أصبحت عندك الخارجية نتكلم عندك هنا في دبي؟ تتخيل عند الجميع كيف؟ الحر ارتفع بعض الشيء ايه؟ ولكن صدقا استمتعنا بفترة أطول من المعتاد من الجو المعتدل وكانت انعكاساتها كتير إيجابية. نعم هذه ومخلتنا يعني يمكن نتقبل صح. نعم درجات الحرارة وفعلا هي اشتدت حرارة الأجواء. يعني مهما اشتدت حرارة الأجواء تبقى دبي محط أنظار العالم من خلال وجهاتها الصيفية المميزة. بالفعل وحتى لو كنا بالصيف بدبي ممكن الاستمتاع بالأجواء الشتوية الثلجية بسكي دبي بمول الإمارات. نعم مراسلنا أكيد من هذا الصباح محمود حمدان يخرجنا من حرارة الصيف إلى عالم من الثلوج مباشرة من سكي دبي في مول الإمارات حتى متجهز نيالك يا محمود. محمود صباح الخير. صباح النور غرازيلا ومحمد. يعني جمد صوتي شوي. خليكم انتم بالحر, خليكم بالاجواء الصيفيه. انا نسيت انه احنا بالصيف. نعم. فعلا لا لا شوي بتطلعوا ما عليك. انا مش طالع اليوم, انا للمساء مش راح اطلع من هذا المكان وانا استناك على الغداء. اجواء فعلا 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 تنسى انك في فصل طيب. الصيف درجه الحراره هنا يعني تنزل الى 3 تحت الصفر في بعض الاحيان. مدينة ثلجية متكاملة هنا تستوعب الأعداد كبيرة من الناس في نفس الوقت وكأنك فعلا في أجواء شتوية. هناك منحدر للتزلج إذا كنت من عشاق التزلج ومن هو التزلج فلديك الإمكانية أنه تصعد على أعلى هذا المنحدر من هناك وتحاول أن تنزل وتأخذ مسافة طويلة. هناك دروس للتعلم لمن لم يجرب هذا الموضوع من قبل. كان بودي أن يعني أن تتحرك الكاميرا أكثر ولكن المصور اليوم في وضعية كثير صعبة يعني للأمان لا يستطيع تحريك الكاميرا بشكل كبير ولكن هو يعني يبذل جهده أنه يحاول أن يريكم بعض من الموجود في هذا المكان. فعلا يعني نصعد وكأننا نصعد الآن في هذه القاطرات وكأننا نصعد على جبل وكأنك في سويسرا محمد ولست في دبي. هنا عروض أيضا في الأسفل في عرض للبطاريق سيبدأ بعد قليل. ربما لن يحالفنا الحظ أنه يعني نعرفكم عليهم شخصيا في هذا المكان. هنا في أعلى هذه المنطقة هناك مقهى تستطيع أن يعني تستمتع بالهوت شوكليت في هذه الأجواء يعني تدفع حالك شوي لأنه إحنا تجمدنا تقريبا. المصور يعني أنا يا ريت لو أقدر أخليكم تشوفوا المصور كيف يا حرام تجمد وماسك الكاميرا بصعوبة وهو يتأرجح على هذه يعني على هذه القاطرة. سوف تتوقف فينا هذه الرحلة حاليا بعد قليل لأن هناك محطة نتحرك من بعدها. يعني إذا جولة سريعة أشرح لكم في هذا المكان. في الأعلى أيضا المنحدر الثلجي المتزلجون ينزلون من هذا المنحدر بالزلاجات. هناك أيضا على الطرف الآخر زلاجات يمكن أن تركبها حتى لو يعني للتزحلق بشكل كامل تركب فيها بجسمك وتتزحلق. تحت في الأسفل هناك مجموعة كبيرة من الألعاب لمختلف الأعمار تستطيع أن تلعب بالثلوج وتستطيع كما قلت لكم أن تقابل البطاريق. مكان رائع, وجهة صيفية لمن لم يزورها بالقبل أنصحك أن تزورها وأن تصطحب من تحب إلى هذا المكان حتى تخرج من نعم. أجواء الصيف. نعم. نعم محمود أولا يعني يعطيك ألف عافية وأكيد يعني كل الشكر. ما إحنا ما عرفنا منو المصور بس يعطيها ألف عافية ومشكور المصور عيسى. طبعا عيسى يعطيك ألف عافية. عيسى عيسى أنت متعود على الهجة الحين يبنوك في الثلوج حتى أقترب من عيسى. عيسى كلهم بيسلموا عليك بقولوا لك يعطيك العافية من الهجن إلى بقول لك تميمي من الهجن إلى الثلوج.
سوف أودع عيسى أنا، لأنه عيسى خلص الذهب مع سحبوا وأودعكم وأعود إليكم مجددا إلى الاستوديو يا جرازيلا ومحمد. شكرا محمود، شكرا، جميل جميل، نعم هذا.